السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده تاني يوم رمضان ووصفتنا ان شاء الله هتكون لذيذه. هنعمل مع بعض حاجات لذيذه، وفي اخر الحلقه هنعمل كرافت، والكرافت ده بناء على طلبكم لان احنا بطلناه فتره، بس انتوا كتير بعتولي ان هم عايزين نرجع تاني فقره الكرافت، فهنحاول نعمل كل اسبوع كرافت مره او مرتين كمان خلال شهر رمضان، وبعد رمضان ان شاء الله بنثبت يوم خلال الاسبوع. خلينا نبتدي باول وصفه للنهارده، وهي كرات اللحمه والبطاطس. الوصفه دي علشان نعملها عايزين نص كيلو تقريبا لحمه مفرومه او حسب عدد افراد الاسره، عايزين ملح وفلفل طبعا، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره اعشاب ايطاليه، عايزين 2 بطاطس، وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيهم ايه، عايزين كمان 2 كوب كريمه، معلقه كبيره زبده، 2 فص ثوم مفروم، 1 مكعب مرق، 1 معلقه صغيره ماسترد، وبس ده اللي هنستعمله النهارده، مش اكتر من كده. طيب الملح والفلفل انا بس حطيتهم على اللحمه المفرومه وعملت منها الكور دي، تمام؟ عملنا الكور دي بس ملح وفلفل، بس ملح وفلفل، تمام؟ طيب جبت دلوقتي خليني بس احط الكفته على النار وبعدين نشوف مع بعض نتكلم في بقيه الحاجات بتاعتنا. اللحمه المفرومه خلوها حمراء يا جماعه، اطلبوها حمراء، وزي ما قلنا ملح وفلفل فقط وكور، عملناها كور. يعني مش مضطرين ان احنا نحط بصل لان فيها نكهات حلوة الوصفة، فمش مضطرين للبصل، عشان كده انا ما حطيتش بصل. طيب دي سخنت عندنا خلاص، ناخد بقى شوية زيت وشوية زبدة، شوية زيت وشوية زبدة. تمام كده. شوفوا هحط بس الكفتة على النار واقول لكم عملنا ايه في البطاطس بتاعتنا، بس نحط الكفتة عشان نكسب وقت. تمام كده، نحط بقى الكفته بتاعتنا. وعايزه اقول لكم برضو ان احنا مع بعض لايف على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك، اكتبوا لي تعليقاتكم، اكتبوا لي لو في وصفات معينه حابين ان احنا نعملها خلال شهر رمضان، الحاجات دي كلها، وانا ان شاء الله بقرا التعليقات خلال البرنامج. هنحط بقى اللحمة كده هنا ونسيبها شوية لغاية ما تبتدي تتحمر وتستوي. طيب معانا سندس، اهلا يا سندس. اهلا وسهلا، انا بحبك قوي. ازيك يا حبيبتي؟ وانا كمان بحبك جدا. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، كل سنة طيبة. كل سنة وانتي وحبايبك كلهم طيبين. هتفطروا ايه النهاردة؟ اللي حضرتك على طول. يا حبيبة قلبي تسلميلي، يا حبيبتي شكرا ليكي، تسلميلي ألف شكر، وكل سنة وانتي طيبة. طيب احنا كده حلو قوي، خلينا نروح بقى للبطاطس. البطاطس يا حبيبي بتقدروا تعملوها مكعبات عادية، بس انا حابة ان احنا نعملها على شكل كور، فالمعلقه دي مش غاليه ابدا، بتتباع في كل محلات الادوات المنزليه، وبتخلينا نقطع كل الاشكال، يعني سواء بقى كوسه، بطيخ، كانتالوب، مانجا، بطاطس، اي حاجه بشكل مستدير. فاحنا هناخد البطاطس اللي عندنا وبس، هنعملها بشكل كده بهذا الشكل، بتطلع معانا بشكل دايره كده زي ما انتم شايفين، وباخدها بقليها نص قلية في الزيت، تمام؟ ده اللي احنا عملناه في البطاطس بتاعتنا. دلوقتي بس هستنى شوية كده الكفتة تاخد تقليبة كده، تمام؟ بس تبتدي تتحمر، ساعتها هحط التوم، لان التوم طبعا بسرعة بيتغير لونه، واحنا مش عايزينه يتعرض لان هو يتحمر بزيادة.
هنحط بقى دلوقتي الثوم اللي عندنا. ونقلب كده تقلبتين. والبطاطس زي ما اتفقنا. حابين تضيفوا اي حاجة زيادة؟ يعني حابين تضيفوا مشروم، حابين تضيفوا جزر، اي حاجة حابين تضيفوها بزيادة بتقدروا تضيفوها. ادي البطاطس اللي عندنا اللي مقلية زي ما اتفقنا، نص قلية نص قلية اهي اهي. هخليها هنا بقى علشان دي هنحطها هنا دلوقتي، بس نشوف مع بعض هنعمل ايه كصوصات وكده. خلينا نحط دلوقتي الصوصات اللي الحاجات اللي هتتحط عندنا. عندنا هنا هنا حطينا الثوم، هنحط الماسترد، هنحط البابريكا. انا مش هحط للوصفه هنا ملح لان احنا هنحط مكعب مرق، ومكعب المرق اوريدي بيبقى فيه شويه ملح، فانا الملح بس حطاه للكفته اللي عندنا. تمام كده. هحط بقى دلوقتي الكريمه، وهحط مكعب ريحه الاعشاب الايطاليه طلعت لذيذه جدا. نحط مكعب المرق، هنحط الكريمه، يعني ممكن تحطوا لو تحبوا تحطوا كوبايه كريمه وكوبايه ميه ممكن، لو مش عايزينها تبقى كلها كريمه. هنخليها بقى كده دلوقتي مع البطاطس، وهنخليهم على النار لغاية ما يعني تستوي اللحمة عندنا. هي مش هتاخد وقت زي ما قلتلكوا، الكريمة بتقدروا تحطوها كلها كريمة، وبتقدروا تحطوا نصها كريمة ونصها مية زي ما انتوا عايزين حسب الدسامة اللي انتوا عايزينها. خلاص انا كده الوصفه بتاعتنا جهزت، مش جهزت يعني خلصت على النار، خلصت كتجهيزات كخطوات بس. هنقفل عليها كده بقى ونسيبها تقريبا على النار 10 دقائق لغايه ما تستوي، 10 دقائق ربع ساعه لغايه ما تستوي معانا على نار تكون عادي اقل من الاعلى حاجه بشويه، وهنسيبها بقى لغايه ما تستوي، ممكن تاخد 10 دقائق. خلينا بقى نروح على صفحة سي بي سي سفرة ونشوف ايه الاخبار هناك، نشوف الحبايبنا كاتبين لنا ايه علشان نتواصل معاكو. سي بي سي سفرة، سي بي سي سفرة على الفيسبوك يا جماعة، عليها كل الوصفات بتاعتنا اللي بتنزل اول باول. طيب انا مش لاقيه الفيديو، هو اكيد موجود في مكان ما بس انا مش لاقياه. خلاص يبقى خلينا دلوقتي بس اعرف اهو، شو هو ده؟ هو ده هو، بتصدق؟ طيب احنا على عند الفيديو يا جماعة لانه نازل لايف. شكرا لهي انا ماسكة الفون من التلفزيون، رقية وليد السيد. هنعمل ايه بس؟ شكرا لتيا محمد عجبها الاكل، ومي مجدي بتتفرج علينا يا اهلا وسهلا. حاضر عبير احمد عايزة طريقة المكرونة بالبشاميل. طيب في رقية وليد السيد عايزة وصفة القطايف. النهاردة احنا عاملين عجينة القطايف، وعجينة خطيرة خطيرة، كل اللي جربها انبسط عليها جدا. وصفة عجينة القطايف لازم تشوفوها الفقرة الجاية ان شاء الله. يا رحمة اهلا وسهلا، ازيك يا رحمة؟ ايوه. ايه اخبارك؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة. كله تمام؟ الحمد لله. عندك اي سؤال؟ عايزة بس اسأل على صوابع زينب. حاضر من عناية، حالا بنزلك الوصفة حالا. هننزل لها الوصفة دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلاص، يا هننزلوها لك دلوقتي او بعد الفاصل. احنا هنا زي ما انتم شايفين الصوص بتسمك اهي، شايفين؟ والطعم يعني بيطلع حلو قوي، الريحة مشهية جدا، يعني قدامها كمان 5 دقايق كده وتخلص.
وعلى فكرة الوصفة دي بتقدروا تقدموها جنب المكرونة، بتقدروا تقدموها جنب الرز، احنا النهاردة مقدمينها جنب رز، بس هي حلوة جنب المكرونة أو رز. خلينا نطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة وهي السموسة، بس كل الناس بقى عملوا السمبوسك العادية التحفة، بس النهاردة احنا هنغير شوية ونعمل السمبوسك الهندي او السموسة. السموسة بتاعتنا عشان نعملها عايزين 2 كوباية دقيق، 2 معلقة كبيرة زيت، 1 معلقة كبيرة كمون حب زي ما هو، ماء للعجن ورشة، يعني رشة زيت. يعني ايه رشة زيت؟ اكيد رشة ملح، معلش انا اتلخبطت. رشة ملح يا حبايبي. الحشوة 1 معلقة كبيرة زيت، 1 بصل، 2 فص ثوم، 1 كوب بسلة وجزر، 1 بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة، 1 معلقة صغيرة زنجبيل طازة مفروم، 1 معلقة صغيرة ينسون حب، 1 معلقة صغيرة كاري، و2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء. طيب بالنسبة للعجينة يا جماعة، العجينة بتاعتنا أنا يعني خلينا كده بس إيه في السريع نتكلم عنها، بس الأول نحط شوية زيت هنا علشان نكسب وقت عشان نخلص كله في الفقرة دي. حطينا هنا شوية زيت أهو، هناخد البصل، حطينا هنا زيت، هنحط البصل وهنحط معاه الثوم. احنا بنعمل دلوقتي الحشوة، اوكي، بصل وثوم. عندنا البسلة والجزر طبعا بيكونوا يا فروزن يا يعني مسلوقين قبل كده من الاول، يعني لانه هي مش هتستوي على النار ابدا، يعني مش هنا، فلازم نكون حاطينها مستويه جاهزه. هناخد دلوقتي البطاطس اللي عندنا، بطاطس كده متقطعه صغير، يا مدام ناديه اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكي يا جميله، كل سنه وانت طيبه. وحشاني وحشاني والله، وانتي اكتر. اخبارك ايه؟ منوره مصر وفي كل حته والله. ربنا يخليكي، شكرا رمضان ليكي. رمضان كريم عليكي وعلى اسرتك واولادك، وتكونوا كلكم بخير يا رب. وعليكي وعلى كل حبايبك وعلى كل اللي بيتابعوا. على الاخراج وكل كاست البرنامج عندك، وصل يا رب كلهم سامعين. ورمضان كريم عليكم، وتسلم ايديكي وتسلم وقفتك وطلتك الجميله يا حبيبه قلبي. تسلمي لي انت وزوجي. والله انت اللي حبيبتي والله. تسلمي. بقول لك ايه يا غدغوط؟ نعم. انا عملت ليمون مملح، انا طول عمري بعمل المخللات تحفه، المره دي ما جبتش كتير، عملته سلقته وحطيت له بقى اللي هو الحباب بتاعه كله، يعني انا يا دوب غلى غلوه كده بس، مش سلقته بقى كتير على النار، واخده بال حضرتك؟ اه. جيت بقى اما ملحته بعد شويه كده اسبوعين، جيت بقى نحط منه لقيته بطنه بتنزل من الجلده بتاعته. فصل. يبقى هو استوى قوي ولا ايه اللي جراله؟ طبعا. يعني كنت عايز مثلا غلوه كتير، عايز ميه سخنه واحطه فيها بس. اقل. وبنعمله مره هنا. كمان لا ما عملتوش ولا مره. انا يعمل معايا كده، فانا عايزه اعرف السبب. اول مره انا بعمله جميل، لكن انا اول مره اسلقه. ايوه انا بعمله وهو صحيح، من غير سلق بقى فتره قبل رمضان. فانا اول مره اعمله مسلوق، هو لانه بقى عمل مني كده. أيوة. بس طعمه حلو، بس أكيد. بشكل عام كده تيجي تمسكي الليمونه تلاقي بطنها طلعت كده من الجلده. المهم طعمها حلو. يلا رمضان كريم. يسلموا ايديك. تسلميلي حبيبه قلبي. طيب. ومنوره الدنيا كلها يا غدوه. ربنا يخليكي، تسلميلي. وكل سنه وكل حبايبك اللي بيتصلوا بيكي بخير، وكل وانت سنه وجمهورك كله طيب وبخير. وانت بخير يا جميله، شكرا. طيب هنا حطينا الزيت يا جماعه والبصل والثوم، دلوقتي هنحط البسله والجزر، وهنبتدي بقى نحط الحاجات اللي عندنا، الزنجبيل الطازه المفروم.
عايزين تحطوا بقى يا جماعه حراق، حطوا ينسون حب وصوابع زينب اهي معانا على الشاشه. يا سلام على الريحه اللي طلعت. هناخد بقى دلوقتي الكاري، والكاري لازم يكون نوعه حلو. هنحط كده تقريبا معلقه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي لازم نحط شويه ميه ونسيب الكلام ده كله على النار لغايه ما يستوي تماما، يعني عايز له هو كمان تقريبا يعني نحط له ميه كده ونسيبه 18 دقايق. خلاص نقطه مش كتير ابدا، مش كتير، بس شويه كده يعني، بس دول كده، ونسيبه على النار لغايه ما يستوي تماما. طيب احنا اوريدي عندنا النسخه اللي هي البارده شويه اهي. دلوقتي خلينا نتكلم بسرعه بس عن العجينه علشان خاطر ما نضيعش فيها وقت كتير، احنا عاملينها قبل كده كتير. احنا علشان نعمل العجينه بتاعتنا دي عايزين رشه ملح، عايزين ينسون حب، ينسون حب، عايزين زيت تقريبا معلقتين كبار مش كده، اتنين معلقه كبيره زيت، وعايزين ميه للعجن. هنحط ميه للعجن هنا ونبتدي نعجن لغايه ما يبقى عندنا عجينه طريه كده، وزي العجائن اللي بنعجنها العاديه خالص، بس اهم حاجه نعجن كويس قوي، وبعد ما نعجنها نسيبها ترتاح، دي اهم حاجه عندي. خليني اسرق شويه دقيق كده من هنا، مش واصلهم حاجه، واحطهم هنا. طيب هنعجن زي ما اتفقنا، نعجن 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 لغايه ما تبقى عجينه عندي كويسه جدا، وساعتها هاخدها اسيبها ترتاح. بعد ما سبتها ترتاح باخدها وبقطعها، وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه بالظبط. هناخد دلوقتي العجينه بتاعتنا اهي، هنا اهي ادي العجينه اهي مرتاحه وجميله جدا. هناخد شويه من الدقيق اللي عندنا نحطه كده هنا، هحط العجينه بتاعتنا هنا، وهجيب هذا الشيء اللطيف ونبتدي نفرد العجينة بتاعتنا. نفردها بشكل دائري، شايفين لازم تسيبوها ترتاح علشان تبقى كمان سهلة في الفرد. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد السكينة اللي عندنا، شايفين اهي بشكل مدور كده ممتاز، والبتاع دي لطيفة قوي للي عايز، اللي بيفرد حاجات صغيرة. هناخد، بتقولوا ايه؟ جميلة صح؟ عاملة زي بتاعت ال صح؟ بس لطيف. طيب اهي، يعني انت لما قلت كده قلت اما اضرب لي كمان ايه حتتين كده، وبعدين نجيب السكينة. هنقطع الدايرة دي بالنص، هنقطعها بالنص بهذا الشكل تمام. هناخد بقى دلوقتي الحشوة بتاعتنا اللي بتكون بردت خلاص، كتير متبتين عليها، مش عارفة في ايه، مش عارف كل الناس صايمة خايفين من ايه صحيح، مش عارف محدش هياكلها ليه متبتين عليها كده، مش عارفة. والايام العادية بيسيبوا حاجة مكشوفة بتيجي متاكلة. طيب هناخد دلوقتي معلقة، شوفوا هنعمل ايه، هناخد دلوقتي العجينة بتاعتنا، شوفوا نشوف بقى يا شريف ازاي بنعملها. هي بتبقى ده شكلها، هناخدها هقفلها بالشكل ده، شايفين كده باينة كده، هقفلها كده كده اوكي، يعني النص ده، النص ده بعمله كده وبقفله كده كده
خلاص كده بالشكل ده اهو، بيبقى كده بشكل مخروطي اهي، شايفين كده؟ شوفوا ازاي شكلها اهي كده. هاخد دلوقتي الحشوة اللي عندنا، طبعا عندنا زيت بيكون محطوط على النار، بناخد الحشوة عندنا اللي بردت وبنحطها كده. طب تقدروا تعملوا حشوات مختلفة، يعني في بيحطوا بطاطس مهروسة، عايزين تحطوا حراق فيها حطوا كمان بيطلع حلو، بيحشوها بس كويس، هي دي بتستوعب كمية كويسة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقفل نص العجينة بالشكل ده، يعني النص هي العجينة كده، هقفل نصها كده والنص التاني كده، وبعد ما هقفلها بالشكل ده هخليها تقف كده والمهم ان احنا نخليها واقفة بشكل هرم، يعني بشكل هرمي كده اهي، شايفين ده شكلها اهي، شفتوا اهو، شايفين بشكل هرم، بنسيبها بالشكل ده بس. بناخدها بقى بنقليها في الزيت، وبعد ما بنقليها في الزيت ده بيكون شكلها كده زي ما انتوا شايفين اهي، دي شكل السموسة بتاعتنا اهو اهي. خليني انا اغسل ايدي. ودي السموسة بتاعتنا يا جماعة، الهندي اللذيذة جدا، تقدروا تحشوها بحاجات بقى مختلفة زي ما انتوا عايزين، زي ما تحبوا احشوها. طيب هنطلع احنا دلوقتي لفاصل، وفي الفاصل ده انا هغرف فيه الكفتة والبطاطس بتاعتنا، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. ما تنسوش تحطوا كزبرة على الحشوة، في كزبرة بتتحط على محطوطة على الحشو، اوعوا تنسوا اهي. يلا بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي احنا حطينا الكرات بتاعت اللحمة بتاعتنا والبطاطس مع طبق الرز، طبق يعني لذيذة جدا جدا جدا. ودلوقتي هنعمل وصفة خطيرة يا جماعة للقطايف للعجينة النهاردة، بس هنعمل عجينة القطايف. عجينة القطايف بتاعتنا دي هنعملها النهاردة من غير خميرة، ما فيهاش خميرة، فالموضوع بيبقى سهل ولطيف كده وسريع، وفي نفس الوقت العجينة حلوة قوي. علشان نعملها عايزين كوبايتين دقيق، نص كوباية سميد، ربع كوباية حليب بودرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، و3 كوبايات من المية. طيب الوصفة بتاعتنا عشان نعملها، خلينا نجيب بولة ونجيب ويسك 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 ويسك. اوكي طيب، هناخد دلوقتي الدقيق، عندنا 2 كوباية من الدقيق هنحطهم كده هنا، وعايزين 1/2 كوباية من السميد هنحطهم مع بعض، كل المكونات الجافه كده نحطها مع بعض، وعندنا هنا الحليب البودره، وعندنا السكر، وعندنا المعلقه الكبيره بتاعه البيكنج باودر. الكلام ده كله هناخده نحط له 3 كوبايات مية، 3 كوبايات مية، ادي كوباية، مفيش خميرة ملاحظين، ادي كوباية، خلينا نقلب بس شوية. هو يفضل طبعا تقلبه بالويسك اسهل لكم، ويعني بتسهل انه ما يبقاش فيه اي تكتلات. نحط كمان 2 كوباية والكوباية التالتة كده، نبقى بمنتهى البساطة خلصنا
العجينة بتاعت القطايف بتاعتنا. هنحط بقى الكوباية التالتة وكده تبقى العجينة خلصت عندنا. لازم نستنى عليها شوية ترتاح، يعني تقريبا ربع ساعة، بنستنى عليها ربع ساعة كده ترتاح. تمام، هنستنى عليها ربع ساعة وعندنا احنا هنا في واحدة مرتاحة اصلا من العجين. فخلينا دلوقتي ناخد جلافز كده علشان خاطر نعمل ايه، نشتغل بصبابة القطايف اللي انا مش عارفاها كويس. هناخد دلوقتي، انا مش عارفة ازاي بتستعمل قوي فانا مش هستعملها، خليني استعمل عادي اللي انا عارفاه. لا مش عارف، خلاص خلينا نستعمل احسن الكبش عادي خالص. دلوقتي سخنت، خلونا نجرب واحده، ناخد حسب بقى انتوا عايزين المقاس قد ايه. خلينا نجرب كده واحده في النص. الفرن، البوتاجاز طفى على نار وسط يا جماعة، على نار وسط. أول ما بتلاقوها كده، شايفين الفقفقة دي؟ تعالى تعالى، شايفين الفقفقة؟ شايفين الفقفقة دي؟ أول ما الفقفقة دي بتنشف، يعني بيبقى لونها كله مطفي كده، ما فيهوش اللمعة دي، معناها إن القطايف بتاعتنا جهزت. تمام، احنا عملنا واحدة معاكم اهو، شايفين ازاي ابتدت اللمعة تطفي فيها كلها. بس كل ده يخلص، شايفين، استخليكم معانا. خلاص كده تمام، تقريبا خلاص كله كده خلاص اهي، شايفين طرية خالص اهي، طرية جدا جدا جدا، بصوا قد ايه طرية، شايفين اهي. بنطلعها بنحطها في اي طبق او اي حاجة عندنا وبنغطيها، بنغطيها علشان تفضل طرية، لو سبناها مكشوفة هتنشف مننا. ودي الكمية اللي احنا عملناها اهي، زي ما انتوا شايفين اهي، شايفين اهي اهي، شوفوا ازاي طرية، بصوا شايفين اهي، وبتتقفل بسهولة خالص ايا كان بقى اللي احنا عايزين نعمله فيها اهي. ممتازة يا جماعة، العجينة ممتازة ممتازة بجد، جربوها هتحبوها جدا، يعني ما شاء الله كمية الناس اللي جربوها واللي بعتولي التطبيقات بتاعتهم على الانستجرام وعلى الفيسبوك قد كده، وكلهم الحمد لله مبسوطين منها. دلوقتي احنا كده نبقى خلصنا معاكو الوصفات، ناقص بقى نعمل الكرافت. الكرافت، ايوه الكرافت التاني هنعمله في السيجمنت التانية، هنعمل الكرافت في السيجمنت التاني. انا ده طلع مني بزيادة، نعم. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل، فاصل علشان نرجع نشتغل في الكرافت براحتنا ونعمل مع بعض حاجة لذيذة قوي هتحبوها ان شاء الله. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي شوفوا اللي عملناها تحت الهوا، شوفوا يعني فوق الهوا على الهوا، شوفوا قد ايه بالظبط شكلها جميل، شوفوا اهي، شوفوا
طرية زي ما قلنا وحاجة جميلة خالص. شوف اهي. طيب خلينا بقى دلوقتي نعمل الكرافت بتاعنا اللي هنعمله. اخد المقص، اخد كل حاجة، المقص لو ممكن بس لو سمحتوا علشان خاطر النهاردة هنعمل حاجة لذيذة جدا جدا جدا. شوفوا علشان نعملها عايزين حاجات بسيطة، عايزين برطمان، اي برطمان فاضي من عندنا، وعايزين اي تزيين، اي تزيين يعني انا هنا عندي ستراس كده فصوص، وعندي لولي، عايزين شوية ورد، مسدس شمع، ومعلقة تكون يعني ممكن اي معلقة بس يفضل معلقة تكون طرية كده سهلة التشكيل، تكون معلقة قديمة يعني هنعمل بيها حاجات لذيذة. طيب اول حاجة هنعملها دلوقتي عايزين الورد اللي عندنا ده هناخده نفكفكه بالشكل ده، شايفين؟ اي تزيين عندكم شغال، ما تربطوش نفسكم باللي انا بالظبط عاملاه، يعني اللي مش موجود عندكم من الحاجات دي استعملوا اي حاجه موجوده. نقطع كمان الورد ده بهذا الشكل، وخلينا نبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا المسدس احنا مسخنينه، اللولي ده بتقدروا تستغنوا عنه بس انا هقول لكم انا عملت بيه ايه. طيب هناخد البرطمان اللي عندنا اهو، وهنبتدي نحط كده شويه من الشمع اللي عندنا، من الشمع ده علشان نلزق الورد بتاعنا بالشكل ده كده. مش عايزين تحطوا وردة، عايزين تحطوا مثلا ستراس وفصوص وكده، بتقدروا زي ما انتوا حابين زينوا. ده وكمان واحدة هنا، ونبتدي بقى اللي في النص كده، الأشكال يعني اللي عندنا زيادة بنقدر نحطها. فمثلا أنا هنا هحط من الوردات دول كده هنا، نسد بيها الفراغات كده. ممكن كمان لو عندكم حاجة تانية خضرة مثلا زي ده ممكن تحطوا منه، يعني الأشكال اللي عندكم اللي انتوا حابين تحطوها حطوها. وطبعا الشمع ما بنقدرش نحط كميات كبيرة مرة واحدة لأنه بينشف، فده السبب ان احنا ماشيين حتة حتة. ها كمان واحدة كده وخلاص. طيب احنا كده خلصنا تقريبا البرطمان بتاعنا بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المعلقة اللي عندنا دي، عندنا معلقة اهي اهي، هعمل فيها ايه؟ هتنيها بالشكل ده، شوفوا شوفوا بهذا الشكل. طبعا هي معلقة خفيفة فبتتني بسهولة. اوكي هاخد دلوقتي المعلقة اللي عندنا دي، عندنا هنا فين الشمعة؟ الشمعة ورا. فين الشمعة؟ اهي. هناخد المعلقة اللي عندنا وهنحط عليها شمع، وهنلزقها بهذا الشكل كده بشكل مستقيم طبعا. تمام اهي، خلينا نشيل الحاجات دي علشان يبان معاكم الشكل اكتر. الفصوص دي يا جماعة واللولي والحاجات دي بتقدروا تحطوها، يعني انا ده اللي عاملاه، بصوا حطيت له الفصوص والحاجات دي على نفس اهو، بصوا شايفين ده اللي انا عملته، حطيت له هنا اللولي والستراس والحاجات دي، فانتوا بتقدروا تلزقوه برضو بالشكل ده او بتقدروا تخلوه كده بسيط بالشكل ده. هناخد بقى دلوقتي ولاعة اللي عندنا وهنولع الشمعة بتاعتنا دي. ولاعة ايه دي؟
دي ولاعه فيها نار دي ولا ايه دي؟ طيب مش شايفاها بتولع، بتطلع شرار، بتطلع ايه ده؟ ولاعه غريبه قوي عمري ما شفتها. عايزين ولاعه فيها نار او كبريت. ما بتولعش اهي، ولعت. الله، طب ثانيه واحده، هاتولي ولاعه. اتفضل. طيب احنا عندنا بقى كمان يا حبايبي زيت عطري، اي زيت عطري بقى انتوا عايزينه بتاخدوه كده وبنحطه هنا. اي نوع زيوت عطريه جميله انتوا بتحبوها، هنحط كده هنا الزيت العطري بالشكل ده اهو، ونحط عليه شويه ميه، شويه ميه صغيرين، دول مش صغيرين خالص معلش، وناخد الشمعه بتاعتنا ونحطها تحت بهذا الشكل اهي. دي بقى دلوقتي بتسخن الزيت، ونبقى احنا كده عملنا فواحة لذيذة جدا جدا بطريقة بسيطة قوي زي ما انتوا شايفين، والتزيين يعني اصلا بتاعها متعة. وكده نبقى احنا زينا ال برطمانات بتاعتنا، اللي طبعا كلنا عندنا برطمانات، برطمانات صلصة، برطمانات بهارات، كل البرطمانات اللي عندنا دي احنا بنقدر نعمل بيها كرافتات كتير جدا جدا جدا. وفكرة النهاردة دي فكرة من الافكار اللي ممكن نستعملها في تزيين البرطمانات. كده نبقى احنا خلصنا معاكم النهارده كل الحاجات بتاعتنا. عملنا معاكم اربع حاجات، اول حاجه عملناها هي كرات الكفته والبطاطس مع الكريمه والماسترد، طعمها بيبقى لذيذ قوي قوي قوي. وعملنا كمان معاكم السموسه الهندي، وحشينا عملنا العجينه معاكم. العجينه اللي بيميزها عن العجائن التانيه هي ان بيبقى فيها كمون حب، وعملنا الحشوة من جوه، حطنا لها بسلة وجزر وتوم وبصل وكاري وزنجبيل طازة، وقليناها شكلناها على الشكل الهرمي ده وقليناها. عملنا كمان معاكو عجينة القطايف من غير خميرة، بس طعمها بيطلع حلو جدا جدا جدا، وجربوها لان كل اللي جربوا الوصفة دي حبوها جدا وانبسطوا منها قوي قوي قوي، وبالذات المغتربين. كمان عملنا معاكم كرافت النهارده، والكرافت النهارده كان عن ازاي نعمل فواحه بطريقه بسيطه جدا ولذيذه جدا من البرطمانات، وزي ما انتم شايفين كده الشكل طلع لذيذ قوي. بتمنى انها تكون عجبتكم، وبتمنى ان كل الوصفات تكون النهارده عجبتكم. وصفاتنا كلها بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 12 بالليل والساعه 9 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.